السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الموضوع ديالنا هو الفيزيبل، وش الأهمية ديالو والدور اللي كيلعبو داخل الدارة الكهربائية من خلال حمايتها من الاحتراق أو التلف. الفيزيبل كمعلومة أساسية اللي خصنا نعرفوها أنه يقوم بحماية المذر بورد أو الكارتمير انطلاقا من الهوت تونسيون، يعني الكهرباء المفاجئ أو الجهد المفاجئ. وواحد المعلومة الثانية خاصة تتأكد اللي تكون جميع سواء المبتدئين أو الهواة أو اللي عنده علاقة بالالكترونيات خاصو يعرف ان الفيوز او الفيزيبل دائما في اللحام ديالو كيتبرونشا مع مصدر الجهد عن طريق التوالي، يعني اون سيري ماشي عن طريق التوازي. كما كتبين لك هذه الصورة هذه واضحة، كيكون الفيزيبل مناش كيتكون، كيتكون نقدر نلقاو بالبلاستيك من بزاف المواد، ولكن الدور الوحيد واساسي اللي كيتشاركوا فيه اللي فيزيبل كامل هي حماية الدارة الكهربائية من التلف. والفيزيبل بحيث يقوم هذا السلك هذا عندما يكون هناك جهد او لا سورس ديال جهد طونسيون اكثر من الجهد الذي يتحمله الفيزيبل بالانكسار، مما يجعل هذا الاخير يحمي القطعه الكهربائيه او لا الجهاز الذي يقوم بحمايته. اول حاجه المعايير اللي خاصنا نعرفوا بها الفيوز اللي خاصنا نختاروا فيها هي اول حاجه هي الجهد، مثلا في باور سبلاي، الباور سبلاي يسمى لي بواط ديال لايمونطاسيون ديال لي ريسيفر. الاغلبيه ديال لي فيزيبل ما كيفوتوش لا طونسيون ديالهم 250 فولت ولومبيراج ديالهم 2 امبير، في حيث ان الا كان فات هذا العدد يعني هذا الفيزيبل مثلا كيكون في لي باور سبلايز. الا ما فات 250 فولت كيتقطع السلك وكيفصل الكهرباء عن باقي الاجهزه الاخرى، في حين وحتى بالنسبه للامبيراج اسمحوا لي حتى بالنسبه للامبيراج كيتحمل من الزيرو من حتى ل 2 امبير الا فاتها كيتقطع. مثلا اللي ما فهمش، مثلا تخيل معايا انت عندك واحد الباب وهذا الباب كيتحمل اربعه الناس، الا زدنا الخامس داك الباب غادي يطيح. نفس المساله الفيزيبل كيطيح الباب باش السيكوريتي الحوايج اخرى ما تخسرش. نفس المساله الفيزيبل او بعباره اخرى، تخيل معايا انت عندك ثلاث اجهزه كهربائيه، عندك تلفاز كيتشتغل على 1.5 امبير، وعندك بلاي ستيشن كيخدم على 1.5 امبير، وعندك مضخم الصوت هو فر ولا شي حاجه كيخدم على 1.5 امبير. بالنسبه لهذو كل واحد فيهم درت ليه فيزيبل اللي غيحمي ديال 2 امبير. هاد بالنسبه لهنايا غتكون حمايه كافيه للتلفاز، ان فوا غتفوت 2 امبير كل جهاز كيتم القطع ديال هذا السلك هذا، وبالتالي حمايه الجهاز التلفاز او بلاي ستيشن او مضخات الصوت. ولكن في حالات اخرى الا درنا هاد الاجهزه ديال التلفاز والبلاي ستيشن مضخم الصوت اللي هو الهوفر، جمعناهم كاملين ودرناهم في واحد الفيزيبل برانسيبال لي 2 امبير، في هذه الحاله تولي عندنا 1. كلهم برونشي اون سيري، يعني 1.5 بليس 1.5 بليس 1.5 غتكون واحد الكميه كبيره اللي هي 4.5، وبالتالي غيتقطع غيتحرق الفيزيبل، يعني ماشي غيتكسر هذا الخيط هذا ويتقطع غيتوصل الكهرباء على باقي الاجهزه. وفيزيبلات راهم انواع، كاين في اول فيزيبل كاين فيزيبل حراري. هاد الفيزيبل الحراري غالبا كيتحمل، كاين عنده واحد لي غونسليم هنا كتكون فيه درجه الحراره اللي كيتحمل اللي كيسيبورتا، وكنخدموا بها في مساحته كتكون صغيره وكنخدموا بها في الحوايج اللي كتكون فيها درجه الحراره بزاف. وكاين لي فيزيبل الاس ام دي، الاس ام دي لي سيركويجات بحالهم بحال لا ريزيستونس اس ام دي اللي شرحتها في الكور اللي فات، حتى هما كيلعبوا نص الدوره. هو القراءه ديال هادو كيكون فيهم رموز ماشي بحال ما هادو، هاد مثلا كاين لا طونسيون هي 250 فولت اللي كتشوفوها هنا، هنا كتشوفوها هنايا 1 امبير، وكتشوفوا 115 دوغري سيلسيوس الى اخره، بينما هنا كتلقاو بي و اف والاف تلقاو ار تلقاو دي. هادو غادي نطرق عليهم باش نشرحهم لكم ان شاء الله، تبع معايا وتفهمهم. كاين نوع ثاني ديال لي فيزيبل اللي فيزيبل عادي، هاد لي فيزيبل عادي مثلا اللي شفناه كيما هضرنا عليه في هاد الحرايق كيكون في واحد الرموز كتلقى فيه تي مثلا تي او تي او دو اف او ام او الاف، هادو هما كتبو هنا بالانجليزيه ويقدر اي واحد يوقف الفيديو ويقرا مع راسو. بالنسبه كيفاش الشرح ديالهم هما، بالنسبه كيكون مكتوب فيه اف اف كيكون فيه يوز كيقطع بسرعه شديده، يعني اذا طلعت له الطونسيون في البلاصه كيتقطع السلك، هذا قل منه شويه، يعني مثلا الا كانت الطونسيون طلعت على 5 سكوند هذا هو موراه بواحد الثانيه تقريبا ما كاملاش غيتم القطع، هذا بشويه استجابه توصل كاين 12 دقه واحده باش كاين شي ازيده اللي خاصك تقطع عليهم الضوء باش ما يتحركش في نفس الوقت. هذا كيكون في الكهرباء اللي الاجهزه اللي كتحمل اللي كتكون حساسه، هذا اقل منها وهذا اقل منها وهذا كيقطع بشويه،
وهذا كيطلع اقل منهم في الدرجه. هادو هما المعنى ديال الحروف اللي كيكونوا في زواج لي فيزيبل لعاديين، في حين ان كاين بعض الفيزيبلات اللي كيتخادو على حساب ديال السعه ديالو. مثلا لقيتي فيه 3 امبير، راه الديامتر، هادو معلومات خاصك تكون عارفهم، ان اي سعه عندها واحد القطر اللي ديال اللي كيتحمل هذاك الكهرباء، وديك القطر ضروري خاصك تكون شي هاوي او لا كنتي بروفيسيونيل او لا كنتي مولع بهذا المجال، خاصك تكون عارف لي ديامتر باش كتعرف لي كالكيل بزاف الحساب من بعد كيفاش تختار النوع ديال الفيزيب في حمايه الاجهزه. في حين ان لي فيزيبل اس ام تي هما كما كتلاحظوا هذا الجدول هذا كتلقى دي اف او جي اش على حسب الحروف اللي كتلقاه، كل واحد عنده واحد الكود هنا، هاد لي كود هناك هو عدد الامبيراج اللي كيتحمل. ودائما الفيزيبل كيتختار على حساب الطول وعلى حساب العرض وعلى حساب بطبيعه الحال الحرف اللي فيه. يقدر يكون الطول هو هذاك والعم هو هذاك، ولكن الحرف ضروري ومؤكد تختار على حساب النوع لي زالفابي اللي كيكونوا فيه. وكنتمنى اني فدتكم. وكاين نوع اخر اللي كيكون فيه نفس اللي فيزيبل اس ام دي، كيكونوا فيه دي فورم جيوميتريك، اشكال هندسيه، دائره، دو ريكتونغل، تريونغل، بزاف، ولكن هذا كل واحد كتلقى فيه لومبيراج اللي معاه، وهذو تما كيطلع فيهم الطول والعرض والشكل الهندسي اللي كيكون فيه. وكنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم وما طولتش عليكم، وان شاء الله نتلاقاو في درس